الاستثمارات اللي تزادت الحمد لله، واخر استثمار يعني تم التوقيع عليه مع شركه كبرى والى غير ذلك. لماذا تذكرين؟ خصك تكوني محايده، قولي الايجابي والسلبي. انا قلت لا لك قولي بان الايجابي ظرفيه والسلبي. لا لا غير ربما صحيح. ستكون لا ساهمت. نسبه البطاله في 6 شهور الاولى نعم في 2016 تقلصت يعني الى حوالي 9% نسبه البطاله. اذا غير صحيح ما تقول. فلذلك انا كنتمنى كان يكون نوع من التوازن في الكلام ديالك، لان انت محايده. ما ماشي علاش؟ لا ما الذي انت ساهم محايده. في نسبة 43% يا سيدي؟ انا اعتقد يجي برنامج اخر ونتكلموا على ما انجزت الحكومه وما وضعته من برامج، وكنتمنى يقراوا الاخوان البرامج ديال الاحزاب السياسيه بغض النظر عما يقع بين الاحزاب السياسيه. انا قلت لكم في اكبر الديمقراطيات في العالم التي تسمى ديمقراطيه مثل الولايات المتحده الامريكيه، انظروا كيف يقدمون البرامج ويقعوا تلاسنات، لكن الناس لا يحكمون على الحمله بسبب لكي لا نعود الى الحمله. وحده ولا نحن جوج. نتحدث عن النسبه، ما الذي ساهم فيها السرب؟ لا الله يرضي عليك، انا ماشي بصدد التقييم، انتم كنتوا غنتكلموا على الحمله. نعم. حنا كنت الحمله تجاوزنا هذه النقطه، نحن نتحدث الان عن 43%. دروف. ما الذي انا كنعتقد كان ممكن الحمله تكون اكثر. انا كنقول هذا هو التقييم اللي خصنا نديرو. ما هي الاليات اللي ما وفرناها شيء باش الناس يمكن لهم يشتغلوا؟ نعطيك مثال، انا في مدينه القنيطره. نعم. وهذا الشيء قدمت فيه شكايات رسميه، شدوا احياء بكاملها فيها الاف ديال الناخبين، في عشرات الالاف ديال الناخبين، ولن اكون مبالغا، وانا طلبت السيد وزير الداخليه باش يدير تحقيق، ووقعت حتى في الرباط، يعني شدوهم، ابعدوهم من المدارس اللي قريبه اللي يمكنوا يصوتوا فيها دائما، وابعدوهم 3 إلى 4 كيلومترات، وما جاتهمش الاشعارات، ومشاو الناس في الصباح للمدارس يتعودوا حتى كيردوا تيقول لهم ما كاينش. بغيت نقول لك بان لما كتشدي احياء شعبيه يمكن نعطيك الاسماء ديالها وكتبدل الرباط كتعدوا على 13000 واحد يبدلوا لهم وداهم الى هذا كلام بعيد. يلزمك يا سيدي. دابا انت استاذه لو استاذه نعم. انت شكون اللي قال لك يلزمك؟ يبدو ان عندك اشكال. هذا انت كنت هي مش انا قلت لك لاننا الان حديث عن يبدو ان عندك مشكل في الحوار. ليس لدي مشكل، ولكن نحن نتحدث. انا كلامي يلزمني انا. نعم. ما نعم. اذا كانت هناك انزلاقات هناك ضمانات يمنحها القانون ويمنحها الدستور. انا عارف دايره هذيك في الاود ديالك، انا كنتكلم معك. لكي لا نمس الدراسات التي وقعت. حزب العداله والتنميه حزب مسؤول، حزب العداله والتنميه بالنسبه اليه عمره قصير مقارنه مع عمر الوطن. المهم هو ينجح الوطن والحمد لله. كاين نقائص كنتكلموا على بعض الامور عبرنا عليها في وثيقه سلمناها. نعم. في شيء تنقولوا هذه من الممارسات اللي بعد ما تسالي الحمد لله. لكي نعطي الكلمه للسلوهبي تفضل. ما شملك الاخت مسؤوليه انت. اصبري ما تخافيش. نحن في قناه عموميه كلامك ولا حنا لا تلزموني ندير التقييم اللي بغا.